نشير إلى هذا العاجل، وفقا لمراسلة العربية هناك قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف رميش وعيت الشعب جنوب لبنان الآن. إذن هذه هي التطورات الميدانية وفقا لمراسلة العربية، قصف مدفعي إسرائيلي لهذه الأطراف رميش وعيت الشعب في جنوب لبنان، وهذه صور تنقل هذا القصف حيث نشاهد مع حضراتكم هذا الدخان الكثيف الذي يتصاعد نتيجة هذا القصف.